السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا أن نذكر اسم الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عزيزي المتابع، أكيد إجاك هالسؤال، أو إذا ما إجاك أكيد راح يجيك، وفي ناس كثير إجاهم هالسؤال: يا هل ترى أنت بتخاف من الجن؟ إجابة الكثيرين راح تكون بكل تأكيد نعم، بس اللي لازم نعرفه الجن هم مخلوقات كمان مثل البشر، إلا إن لهم قدرات اختصهم فيها رب العالمين تختلف عن غيرهم. فالكثير بربط الجن بالبشر، ولكن في الحقيقة إنه الجن منهم الطيبين ومنهم من يهوى إذا الناس، بل الأمر قد يصل في بعض الأحيان إلى احتلال منازل، ومو بس منازل فقط بل قرى بأكملها. قصتنا اليوم بتدور أحداثها حول قرية بالمملكة العربية السعودية بالقرب من العاصمة الرياض، وهاي القرية اسمها أم الورود. خلينا نشوف شو قصة هالقرية، وراح تكون معانا سلسلة وهذا الجزء الأول منها. بس ياريت تتكرموا علينا الاشتراك في القناة، تسجيل الإعجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. أحداث القصة بتدور حول شاب من المملكة العربية السعودية اسمه ياسر، وهذا ياسر هالشاب شخص طيب بحب أصدقائه وعائلته كثير، وكانت من هوايات ياسر السفر والترحال إلى بلاد أوروبية. فهالعطلة الصيفية هاي قرر ياسر الذهاب إلى بريطانيا. انتهت العطلة وأراد ياسر أنه يفاجئ أهله برجعته بدري عن الميعاد المتفق عليه، فاتصل بصديقه المقرب طارق وطلب منه أنه ينتظره بالمطار عند عودته إلى الرياض. وصل ياسر بسلام لأرض الوطن واستقبل صديقه طارق ورحب به ترحيب حار، خاصة أنهم ما شافوا بعضهم من فترة كبيرة. خلال هالطريق للمنزل أخبر طارق وياسر أنه جميع الأصدقاء راح يروحوا برحلة سهر للصحراء للاستمتاع بمنظر النجوم، وطلب طارق من ياسر الحضور خاصة أنها راح تكون مفاجأة كبيرة لجميع الأصدقاء. بالطبع ياسر وافق ورحب كثير بهالفكرة، وطلب من طارق أنه يجي الساعة 11 بالليل مشان يأخذوا معه بالسيارة. وصل ياسر للمنزل وودع صديقه طارق ودخل للمنزل، ورحبت الأسرة بيه كثير وجلسوا مع بعضهم وتبادلوا أطراف الحديث. بعدها صعد ياسر لغرفته ونام نوم عميق. ياسر صحي على صوت هاتفه وهو يرن، وكان المتصل طارق عشان يقول له راح يكون متواجد عند بيتك خلال ربع ساعة. صحي ياسر بسرعة وتجهز للخروج مع أصدقائه وأخبر أسرته وخرج أمام المنزل يستنى صاحبه. وصل طارق وراح معه ياسر للموقع المتفق عليه، وكانت المفاجأة لما شاف ياسر أصدقائه الآخرين هم هيثم وحسن، وكانوا جميعا أصدقاء في نفس المدرسة. ظل الأصدقاء يتسامرون ويتساهروا ويتبادلوا أطراف الحديث حتى الساعة 2 صباحا، حيث بهالفترة هاي تحول مجرى الحديث كله. هالأصدقاء غيروا مجرى حديثهم وصار يذكروا قصص الرعب المخيفة وبصفة خاصة قصص الجن. هون قال ياسر: أرجوكم يا أصدقائي لا تذكروا الجن، فهما ممكن يجوا بأي لحظة. رد عليه طارق، هو يعني عم يمزح معه: يا ترى أنت خايف ولا من شو يا بريطاني؟ يعني عم بمزح معه. هون قطعوا هيثم وقال: لقد ذكرتني بإشي
حدث لي من فترة، وهي أني زرت مكان بتدور حواليه العديد والعديد من الروايات المخيفة، ولكني ما بدي أتحدث عنه لأنه قال طاري لهيثم أرجوك لا تقتل الشغف داخلنا، بدنا نسمع. بعد مطالبة جميع الأصدقاء لهيثم بالتحدث، قرر هيثم أخيرا أنه يقص قصته. بدأ هيثم قصته بقول هالقصة حدثت بإحدى القرى القريبة من مدينة الرياض، وهي قرية اسمها أم الورود، في زمن انتشار مرض الطاعون. وبهالتوقيت كان مرض الطاعون منتشر كثير بالمدن لأنها بطبيعة الحال مكتظة بالسكان على عكس القرى الصغيرة. وخلال هالفترة انتقل رجل مع ابنه الصغير إلى قرية اسمها أم الورود مثل ما قلت لكم، هارب من المرض اللي اجتاح المدينة، خاصة أن زوجته كانت توفيت من أيام قليلة بسبب المرض. خاف الرجل أنه يصيب المرض فما حدا يعتني بابنه، كمان خاف أيضا أنه على ابنه من أنه يصيب المرض، مشان هيك انتقل لهالقرية. وبيوم من الأيام تم العثور على هالرجل بحظيرة منزله بالقرب من المواشي مقتول. الغريب بالأمر أنه ما كان مقتول فقط، بل مقتول وبتسري عليه مجموعة من الأفاعي، وتم إبلاغ الشرطة ولكن ما تم العثور على القاتل، فما في أي دليل بيقود الشرطة لحل هاللغز، خاصة أنه ما كان هناك في وسائل حديثة مثل ما هو عليه الحال اليوم. هون سأل حسن، هو شغف يعني، سأل وهو حاب يعرف شو صار للولد الصغير. قال له هيثم ما تم العثور على الابن أبدا. وقال ياسر إذا فهناك بكل تأكيد جريمة قتل حدثت، في فأكيد في رجل تم قتله ومن ثم اختطاف ابنه. وكان رأي طارق هو الأكثر رعبا، قال هل يعقل يا أصدقائي أنه تكون الأم ما زالت على قيد الحياة وهي اللي إجت على القرية وأخذت طفلها وقامت بقتل زوجها؟ وإذا كان هالشي صحيح فيا ترى شو هو السبب اللي دفعها لارتكاب هالفعل؟ كان الأمر صعب جدا على رجال الشرطة، فهالرجل اللي مات جديد بهالقرية، بالإضافة إلى أنه كان قليل التحدث مع الجيران ومع أهل القرية، وبالتالي ما في أي معلومات كافية عنه، وكان هالرجل هو السبب في إغلاق القضية دون الوصول إلى حل اللغز المحير. هون طارق إجت فكرة غريبة وقال شو رايكم أنه نروح مع بعض عشان نشوف هالمكان؟ وكانت الردود مختلفة، فحسن كان موافق ومتحمس للذهاب، أما ياسر وهيثم رفضوا. ولكن بعد محاولات من طارق وحسن تمكنوا من إقناع ياسر، وكان ياسر طبيعته بشعر بالخوف من الذهاب لهالمكان، ولكن بنفس الوقت كان الفضول بتملكه لدرجة كبيرة، فقرر أنه يروح معهم. وبعدين جلس الأصدقاء يحاولون إقناع هيثم بالذهاب معهم لأنه بعرف المكان، فوافق هيثم على اصطحاب من المكان المنشود وبعدين العودة مرة ثانية، يعني يوصلهم على باب القرية وهو يرجع. وباليوم الثاني اتجه طارق بسيارته لمنزل كل من ياسر وحسن، ومن بعدين التقى الجميع عند هيثم اللي كانت معه سيارته الخاصة، وكان هيثم بيسير أمام طارق حتى يريهم الطريق. بعد حوالي نص ساعة وصل الأصدقاء إلى مدخل القرية كالعادة، وكان هيثم مصمم على العودة مرة أخرى، وكان يقول من المستحيل أن أذهب لهالمنزل مرة أخرى، روحوا كلكم للقرية وهناك راح تلاقوا ناس بيعيشوا فيها راح يدلوكم على المنزل فقط، وقولوا لهم بس بدنا نروح على المنزل الراعي سالم. هون شعر ياسر بارتياح قليل، فعلى الأقل القرية مش مهجورة بالكامل. كان الطريق لداخل هالقرية يعني طريق مش سليمة، كانت قديمة ومتهالكة. دخل الأصدقاء الثلاثة للقرية وتركوا السيارة وبدأوا بالسير
بين منازل القرية، وكانت القرية يبدو عليها انها طبيعية جدا، فعلى الرغم من انه المنازل قديمة وطينية الا انها ما كانت مخيفة بذلك القدر اللي وصفه هيثم. بينما كان الاصدقاء الثلاثة يمشوا بالطريق، رأوا رجل عجوز جالس قدام باب بيته. اتجهوا جميعا وسألوا هالرجل وقال له طارق يا جدي الكريم، بدنا منك انك تدلنا على المنزل اللي منزل الراعي اللي اسمه سالم. رد عليه الرجل العجوز وهو غاضب، ما في عندنا بالقرية راعي اسمه سالم. هون ياسر قال طيب هاي مو قرية أم الورود؟ وهون بدأ الرجل العجوز يصرخ وهو غاضب، هاي القرية وما في عندنا راعي اسمه سالم، بدكم اشي ثاني؟ هون شعر الأصدقاء بالتعجب وابتعدوا عن الرجل العجوز. وفجأة خرج من المنزل شاب وقال لهم بدكم أي مساعدة؟ قال له حسن نعم، بدنا تدلنا على منزل الراعي سالم، سمعنا عن هالراعي وبدنا نشوف منزله. رد عليه الشاب قائل نعم، انتم مثل اللي ذهبوا لهناك قبلكم، راح اصف لكم شلون راح تروحوا على المنزل. بعد ما وصف لهم الشاب الطريق للمنزل، سمع ياسر الرجل العجوز وهو يتمتم بصوت منخفض قائل لعنكم الله انتم وهالراعي بيوم واحد. هون شعر ياسر انه هالعجوز بعرف اشي وما بده يقول لنا عنه. أعزائي المتابعين، هذا الجزء الأول خلص. لا تنسوا بكرة إن شاء الله راح أنزل الجزء الثاني عشان نكمل القصة. تابعونا بكرة إن شاء الله بالفيديو والجزء الثاني من قرية أم الورود. سلام عليكم.